بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالاً للكورس بتاعنا Foundations Engineering 2، النهاردة هنبتدي نكمل تصميم Combined Footing، وإحنا بنتكلم على Combined Footing اللي هي المعرضة للعزوم، عشان ده الفرق بينها وبين اللي إحنا درسناه في السات واحد. والنهاردة هنتكلم على Short Direction أو Hidden Beam. إحنا اتفقنا إن أنا عندي Combined Footing اهيت، والكومبايند فوتنج ديت بيبقى فيه هنا هيدن بيم بالشكل ده. الهيدن بيم ديت بيبقى عرضها قد ايه؟ انا باخد هنا طبعا في كود يقول لك خد مسافه اسمها دي، يبقى انا جبت هنا عرض الهيدن بيم في الانتيريور كولوم، وهنا مسافه دي برضك جبت عرض الانتيريور او الهيدن بيم بس بالنسبه للاكستيريور مين كولوم. طيب شكل المومنت هيبقى عامل ازاي؟ هو المفروض شكله بالشكل ده، واحنا برضك ما بنتكلمش غير على فين، على ها العزم عند وش الايه العمود بتاعي. طيب الكلام ده نعمله ازاي؟ المفروض ان انت بتقسم الصفحه بتاعتك لاثنين، هنجيب الاستريسز اهو، ده البي انتيريور 2 جي زائد ال ان، والبي اكستيريور زائد اللي عباره عن مين، دي زائد مين، ال اكس، ماشي، دي زائد ال اكس، المفروض زائد اتش، يعني فاهم اتش دي اللي هي المسافه اللي هي هتبقى فاضله من هنا، ممكن تبقى بصفر لو هو اجار على الحدود هنا بالظبط عندي. طيب اجيب الاستريسز ازاي؟ هقسم البي فورس، يعني خد دي كده ولفها كده هتلاقيها عامله كده. لو انا عندي فورس كده وعايز اجيب ستريسز، يبقى البي انتيرير على مين؟ على البي بتاعت الار سي. نفس الكلام بي اكستيرير بس على البي ار سي. طب اجيب بقى الكريتيكال سيكشن بتاعي ازاي؟ اه بي ار سي ناقص بي انتيرير زي ما اتعلمنا في الايزوليتد فوتنج على 2، هنا البي ار سي ناقص البي انتيرير، ماشي، لا دي تعتبر الاكستيرير بقى على مين؟ على 2. طيب وبعدين هبتدي اجيب المومنت، المومنت عباره عن اف يو ان في السي سكوير على 2، المومنت هنا اف يو ان في السي سكوير على ايه؟ على 2. هنا انت بتجيب الدي ديت مش عشان تصممها تاني، انت بس بتعمل تشيك، يعني احنا هنعمل مين؟ تشيك. تشيك على ايه؟ انت جايب دبس قبل كده، لازم الدبس اللي انت جايبه من الشورت دايركشن ده يكون ماله؟ يكون اقل من الدي اللي انت عملته الديزاين بتاعك، ماشي؟ ناقص نقول فاي اللي هو قطر السيخ، او ممكن نقول 2 سنتي تقريبا، المهم لازم دي تكون اقل من ايه؟ من ديت. ونفس الكلام دي لازم تكون اقل من الدي ديزاين ناقص الفاي او ناقص 2 ايه سنتي. طب افرض لقيتها ان هي اكبر، لو هي اكبر بكميه كبيره قوي، لا انت ممكن تعمل ايه؟ اقول له والله انا ممكن ازود الدبس وخلاص والقصه كده تنتهي، او لو كانت اكبر بسنه صغيره خلاص انت حط الدي بتاعتك اللي هي بتاعت الديزاين هنا، وطلع من هنا مين؟ السي واحد، وخش الجدول طلع قيمه مين؟ الجي. يبقى انا اقدر اطلع الاريا اس الاكستيريور والاريا اس انتيريور اللي هما في انهي اتجاه؟ في الاتجاه القصير اللي هيتحط هنا. طب هيتحط سفلي ولا علوي؟ لو تبص المومنت عامل كده، يبقى هيتحط فين؟ سفلي. يبقى الحديد اللي هنا في الشورت هنا هيتحط سفلي، ده الحديد بتاع الهيدن بيم بتاعنا. شكرا.